بالبطل يعني. لو رجعتك شوية للتقليد، ممكن تحب دلوقتي لو هتقلد حد تقلد مين؟ والله يعني مش على بالي حد بجد، بس يعني انا كنت عملت برنامج زمان استاذ خالد جلال معايا، كان تاليفه واخراجه، واسمه من غير مقص. ده برضو كان جالنا من سبب قهوه ساده، استاذ شريف عرفه اخترنا جميعا، عملنا زي سكتشات كده مسرحيه، وكنت بقلد فيها دكتور علاء صادق اللي هو برضو بيعمل حاجات في الرياضه، بطل هو، ودكتور عمرو خالد برضو يعتبر مش بطل موجود برضه. بطل برضو تمام. استاذ طارق علام ربنا يديله الصحه ويكرمه، لا ده بحبه، ده ربنا يا رب ما يبطل، ده جميل. ان شاء الله. فكنت بقلد ناس كتير يعني، مش عارف، يمكن دلوقتي الشخصيات اللي بتيجي على بالي، كان حاسس ان سني مثلا بقاش مهتم قوي ان انا اقلد ناس، او بتيجي ساعات في سياق الكلام يعني، ما اجي احكي لحد عن حاجه، ده عادي بقى الناس عارفه، ما اجي احكي لحد عن حاجه فاقول له وبعدين قال له كذا وعمل له كذا، يعني بقلد حاجات غصب عني وانا بحكي عن ناس، فمش عارف مين، ما جاش، مش جاي في بالي حد مثلا. مش عارف يعني، مثلا استاذ وائل الابراشي مثلا، امي بتحب وائل الابراشي جدا، اتفضل فبقول لها قلد الاستاذ مثلا، جه وائل على بالي الابراشي، مثلا انا بحبه برضه. يا تحب. يعني انت شايف ان القتيل اتقتل بواسطه قاتل يعني، يعني حاجه السكه دي ساعات بقولها، بتقولي بتسمعي ايه، كلها حاجات جرايم. بس هو دلوقتي يمكن غير المود شويه، فسكك كده يعني. ببص ساعات على مذيعين كتير بتاثر بيهم، استاذ عمرو اديب مثلا بحبه جدا، فساعات الاقيه بتضحكني الصمت اللي بيعملها فجاه يعني، ساعات بلقط تفاصيل كده بتضحكني، اللي هو مثلا بيبقى بيسمع، وساعات مثلا عشان يعمل جاب عشان يشوقك، فتقوم قال لك ايه، يعني انتم متخيلين ان مفيش مدرب عايز يدربنا، ومريح شويه كده، ما بفهمش دي، بس بيعمل بحبها يعني وعامل كده مثلا، يعني دي سكه في التقليد يعني، بس مثلا مش في دماغي، بس هو معظم المذيعين الموجودين هم اللي بيشدوني يعني اكتر، وفي فنانين كتير بقى يعني، فنانين كتير جدا يعني، معظم الفنانين اصلا بقلدهم لما بحكي عنهم يعني، بس